رأيك الآن شيخ الموضوع اللي يكون في سوريا من التعذيب للمعتقلين؟ في بعضهم الشيخ يقول إنه إذا يجوز للمعتقل قبل الاعتقال إذا أحس إن اللي يعتقلونه إنه يقتل نفسه. هذا بس لأن تأثري في طريقة التعذيب انتشرت الصور. الأخ يقول إنه يعني يوجد في سوريا مثلاً من أساليب التعذيب ما قد لا يطيقها الإنسان، وفي مثلاً هل في رخصة بين الإنسان حين يحس بالقبض عليه يقتل نفسه كما يترخص بذلك طائفة؟ نحن نعرف أن قتل النفس محرم بالإجماع، وهذا من المقطوع به في الشريعة، ولكن يجب أن نعرف الحكمة من منع قتل النفس حتى نستصحب بعض الأحكام الشرعية، لأن معرفة مناط الحكم توضح الحكم. فإن الله جل وعلا نهى عن قتل النفس وتواترت في ذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما في ذلك من الاعتراض على القدر ولما في ذلك من مخالفة الأدلة ولما في ذلك من التعجل، فالإنسان قد يقتل نفسه مسارعة إلى الجنة حتى يسرع يدخل الجنة، ولا يقول الله جل وعلا بادر العبد بنفسه بادرته بالنار، لأن هذا سارع إلى قتل نفسه على غير وجه مشروع وهذا محرم. ولذلك مناط تحريم قتل النفس هو الجزع والاعتراض على القدر وما شابه ذلك. أما إذا لم يكن في ذلك اعتراض على القدر وليس عمل عمل جزع، وإنما فعل هذا كنكاية مثلا بالعدو كعمليات الاستشهادية، نكاية بالعدو لتحصيل مصلحة ودفع مضرة، فهذا لا يدخل في قتل النفس، لأن الصحابة لا يختلفون في أن المتسبب في الفعل كالفاعل، بدليل قول عمر رضي الله عنه لو تمالى أهل صنعاء على قتل رجل واحد لقتلتهم به جميعا، وكما في حديث صهيب في صحيح مسلم في قصة الغلام الذي دل على قتل نفسه، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على وجه الثناء والرضا، فهذا قد تسببا محققا بقتل نفسه، وقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذكره على وجه المدح وعلى وجه الثناء. وكذلك لا يختلف العلماء في جواز الانغماس في العدو، وهذا ما ظنه غالب للقتل، وهو قد تسبب في قتل نفسه، ولا يختلف العلماء في مشروعية الانغماس في العدو. فهذه الصور والحالات وما شابها تعطي دلالة على المقصود، لكن هذه الصورة التي يسأل عنها الأخ هو سيباشر قتله بنفسه دون مواجهة، فلذلك نقول على هذا الأخ أي واجه ما دام يعلم سيعذب حتى لو بيدي، حتى لو تيقن أنه يقتلون، أو لم يكون مثلا يأخذ رصاصا أو مدية وسكين يطعن به نفسه. لسألنا أنا أنصح هذا الأخ أن لا يفعل هذا، إنما يواجه حتى يكون قتله على أيديهم فيكون شهيدا، فيكون من قتل إلى الجحيم وهو يذهب إلى الجنة، كما في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رجل يريد أخذ مالي، قال لا تعطي، قال يا رسول الله أرأيت إن قال تلني، قال قاتله، قلت يا رسول الله إن قتلته قال في النار، قلت يا رسول إن قتلني قال أنت في الجنة. وهذا خرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، هذا هو يدافع عن نفسه من رجل مسلم
فكيف من نصيري؟ ولا يختلف المسلمون في كفر النصيريين. حكى الإجماع على ردتهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء، وأنهم خارجون عن الإسلام من كل أبوابه. ومن وقف في صف النصيريين وأعانهم على المسلمين فحكمه حكمهم، فإن الله جل وعلا يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم. الدروز لا يختلفون عن النصيريين، إن لم يكونوا مثلهم لن يكونوا شرا منهم. ومع ذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجمع العلماء على كفر الدروز وعلى وأن من لم يكفره فهو كافر مثلهم، والنصيريين أخص من الدروز وأعظم ضلالا وأعظم مناقضة لأصول أهل الإسلام. نعم.